والمشكلة أن الذي يتكلم بهذا الكلام ما يساوي نعال ابن حجر ولا ظفر النووي. طيب قبل قليل كان الشيخ يتكلم عن الظلم، ثم بعد ذلك الآن يقارن مسلمين يعني أجلكم الله بالنعال. هذا ليس من الظلم أن تقارن مسلما بالنعل؟ وبأي ميزان هذه المقارنة تصح؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يرضى أن يضع نعلا في كفة من كفتي الميزان ويضع في الكفة الأخرى مسلما؟ يعني أنا حقيقة أريد جوابا على هذا، ما هو الميزان الذي نزين فيه مسلما بمقابل، ما أريد أكرر الكلمة لأن هذه الكلمة قبيحة، يعني بمقابل هذا الشيء الذي قاله الشيخ، بأي ميزان نضع المسلم بمقابل هذا المسلم الغيور على صفات الله سبحانه وتعالى بمقابل هذا الشيء، مسلم يدافع عن وجه الله مع هذا تبع واحد ينكر وجه الله،